اجلس ودي اجلس اول شيء والله اني مشتاق لكم جميعا اشهد الله وشلونكم عساكم طيبين كيف العيد معكم مرحبا يا مسعود مرحبا ومساء كيف الحال ساك طيب شلونك بشر عن صحتك ساك بخير مرحبا بسام كيف الحال وشلونك يا سلطان وش امورك كيفكم مع الخروجيه اقول لا تنشد بخير وبنعمه يا رب كيف شفت الصدى عشت طيب عبدالله. جدا 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 والجمهور قوي للقناه والبرنامج يستاهلنا لو ناخذ 6 شهور زياده والله لا اقول صار اخذنا طاقه حلوه والله تستاهلون اي بالله حمد من العايدين في محلاتكم نبيها بسام اقول خلنا سلطان حاله 6 شهور صحيح يعني والله انبسطنا من رسائل السعد صحيح انبسطنا والله من رسائل الجمهور ولكن 6 شهور كثيره سلطان مره 6 شهور كثير تطلعون ان شاء الله وبتشوفون محبيكم قدامكم حمد شلونك حمد الله يعافيك اول شيء بشرنا عن بنتك يلا حيه بشرنا عن بنتك حمد قبل يديك الله يطول عمرك الله ينشد من حالك ويسر فالك الله يقومها بالسلامه ان شاء الله طيبه كان فيها مجرد وعكه بسيطه تحصل دائما عندها اللي هي انتكاسه بسبب تغير الجرعات وغيرها وبشرك طيبه ما جيت الا انا مطمن انها طيبه وكيف الخروجيه معكم تحسنت امورك بالنسبه لك نفسيا واقع برئاسه ابراهيم الحسين على سؤال الحسين على سؤالهم عن بنتي قبل لا اجي كان فيه اهتمام حسسوني اني واحد منهم كان زياد يتصل ناصر يتصل المقدمين يتصلون الشيخ ابو صالح يتصل الجميع كانوا يسالون ترى هذا سبب النجاح اللي احنا فيه احنا دائما نتعامل كاسره واحده سواء النسخ الماضيه ولا النسخه هذه سواء اداره يعني في العمل فقط مجلس اداره اداره متسابقين في العمل فقط لكن على صعيد الحياه الطبيعيه كلنا اسره واحده هم واحد منكم همنا كلنا ونجاح واحد منكم نجاح لنا كلنا طيب كم باقي واحد من الشباب طيب مشاهدنا الكريم احسب لي من الان 10 دقائق طالما ان اي احد من الشباب ما هو موجود الان ولا عنده عذر مسبق مع الاداره 10 دقائق بعدها انا اعتذر منه بكل مصداقيه يعني 10 دقائق ماكسيمم يعني اذا كان عنده ظروف بعد 10 دقائق لا لا مشعل خليك في الفقره يعني انتم ما شاء الله تبارك الله حضرتم من بدري ما في فرق بينك وبينهم عشان كذا 10 دقائق بعد 10 دقائق انا اعتذر مع محبه الخالصه لكل من لم يحضر الى الان طيب